مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل باحدث الاخبار الوطنية والدولية بعد ايام من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب كشفت السلطات الجزائرية اليوم أن هزة أرضية ما وقعت بالجزائر وحسب ذات المصدر فهزة أرضية ضربت بقوة 3.2 درجة على مقياس ريشتر فجر اليوم الأحد ولاية جالما بالجزائر وحسب صحيفة النهار الجزائرية سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم الأحد هزة أرضية بالجزائر بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس رشتر وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء فقد حدد مركز الهزة بثلاثة كيلومتر شمال الشرق بن جراح بولاية جالما وتأتي هذه الهزة في الوقت الذي يحاول المغرب الخروج والتعافي من كارثة الزلزال المدمرة الذي ضرب يوم الثامن سبتمبر الجارية وبلغت شدته حوالي سبع درجات وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومتر ومركزه جبال الأطلس بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمن نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء